هي مات الحجر فاش تولد العنف ديالو. اي حاجه دابا جينا نهضر معاه فيها واخا غير هضره عاديه كنخاف ان لا تكون ديك بحال ديك الضربه اللي دار لي داك النهار. هذيك الضربه اللي دار داك النهار راه صعيبه باش بقى كيضربني في رجلي وشد فيا بحال هكا. يقدر يزيد يتعصب يتهجم عليا يغلبني. راه هذا الشيء اللي كنسمعوا راه غير بحال هذا الشيء. هذا كتلقى شي واحد سد عليه في دارو بحال هذا عنده بحال هذه المعاناه هذه حتى كتلقاها خرجت للراي العام فضيحه. المشكل كان هاني بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. المشكل كان هاني منه من فاش البدايه د كوفيد ولا ولا عندي كيعنف ولا عنده العنف ولا كيضرب ولا ما بقاش بحال اللي كان شحال هادي. فهاد واش من الحجر هو اللي دار لي هذا الشيء. المهم ولا عندي معنف بزاف يعني لدرجه ان داك النهار يدي شدها ليا حتى ولات زرقاء رجلي. دابا راه باقا زرقاء الضرب اللي ضربني فيها بالنوبه الاخرى كانت في ليا الشعر ديالي. هو دابا كيدير معايا هذا الشيء هذا وفي الاخر كيرجع يجي عندي يبوسني ويعنقني ويقول لي ماما انت عزيزه عليا. ماما ما كيعقلش على راسه شنو كيدير. الحمد لله ولدي اللهم لك الحمد. كنطلب من الناس المسؤولين الا كانت شي التفاته تكون بالنسبه لذوي الاحتياجات الخاصه تكون الدهني هو الاول. ماشي حيت انا ولدي دهني الدهنيه راه كيعاني ومساكن. لان الدهني الا ما رافقتيه راه في اي حاجه في قضيان حاجه ديالو في الاكل ديالو ما يمكن له يشعل العافيه ما يمكن له يلبس حوايجو ما يمكن له يدير حتى شي حاجه. راه الاولويه تعطى للدهني. الله يجازيهم بخير والله يرحم لهم الوالدين. لان ماشي وما كنقولش انا حيت انا ولدي دهني كنقول يعطيو. بنتي بعض المرات كتلقاي جالسه حتى كتحسي به ضربك بشي حاجه شدك. لا بحال دابا انايا مثلا كتكون عندي شي حاجه غادي نمشي نقضي ولا هذا كنضغط عليه باش نديه معايا. الا ضغطت عليه بشي حاجه كيرجع داك الضغط كيرجع عليا انا. فهمتي ما كيخصنيش انا دابا باقي نضغط عليه بشي حاجه. يعني دابا انت كتخافي يعني في اي حاجه؟ كنخاف. لا دابا ما بقيتش كنبغي كنخاف. دابا ما بقيتش نبغي نقد نهضر معاه في شي حاجه. اي حاجه دابا جينا نهضر معاه فيها واخا غير هضره عاديه كنخاف ان لا تكون ديك بحال ديك الضربه اللي دار لي داك النهار. هذيك الضربه اللي دار داك النهار راه صعيبه باش بقى كيضربني في رجلي وشد فيا بحال هكا. هذيك راه صعيبه وغير انا وياه بوحدي. يقدر يزيد يتعصب يتهجم عليا يغلبني. مع اني دابا عندي حتى انا راه عندي الهشاشه عندي بزاف ديال الحوايج. ماشي شي حد اللي غادي يقدر يدافع على راسو. الطونسيو بزاف د الحاجات عندي. عندك امراض مزمنه؟ امراض مزمنه الطونسيو والهشاشه. الاب ديالو ولا خوه اللي يمكن؟ لا خوتو كل واحد عنده خوتو من با. انا هو الولد الوحيد اللي عندي وخوتو. ماشي انا كنلومهم لان حتى هما ظروفهم ماشي شي واحد اللي عنده شي ظروف زعما اللي ممكن شي حاجه يساعدوا بها ولا عندهم ماديا ولا يلا مساكن كافيين مع ولادهم. كتعرف طالب مع الشورى. يعني انت وياه اللي كاينين؟ انا وياه وبعد الله سبحانه وتعالى. انا وياه اللي كاينين كاين الله سبحانه وتعالى مع كل واحد. كيف ما كنعرفوا الشريفه انت الابن ديالك ممكن صراحه يقتلك في اي لحظه. شنو الرساله ديالك للمسؤولين باش يعطيوه؟ المسؤولين كنتمنى الله يعطيوه الاولويه. راه كان كما قلت لك يعطيوه الاولويه للدهني ويلتفتوا لبحال هاد الحالات. راه هاد الشيء اللي كنسمعوا راه غير بحال هاد الشيء. هذا كتلقى شي واحد سد عليه في دارو بحال هذا عنده بحال هاد المعاناه هذه حتى كتلقاها خرجت للراي العام بفضيحه. نطلبوا الله السلامه لينا ولخوتنا المسلمين. يعني كتطلبي تكون التفاته قبل ما الواقع. قبل ما هو الا لقى لي هو باغي بحال دابا عنده مثلا كيدير الرسم ديك الصباغه ديال الماء باغي اللي يساعدو بحال دابا مثلا انايا المركز بعيد عليا. طوبيس ما بقاش. طوبيس اللي كان كيساعدنا لاكارت ما بقاش. وباش انا نمشي ندير للمركز 40 درهم كل نهار ما نقدرش. كنت مقيده في دار الشباب في الرباط. كنت كنخلص عليه 150 درهم في الشهر زائد ترونسبور. فاش جا كوفيد صافي وقفت. ملي وقفت ليه ديك النشاط اللي كان كيدير ديال ديك الانشطه ديال الرسم الولد بحال اللي شحن. واش فهمتي هو دابا خصو الترفيه. الترفيه على النفس ما عندوش باش يرفض. انا وياه انت كتشوف الدار كيفاش دايره. انا وياه جالسين ما معاه حتى شي واحد ما كيمشي يلعب في حتى شي بلاصه ما عنده حتى شي حاجه باش كيرفع على نفسه. إذا كانت شي حاجه شي واحد اللي يمد له يد المساعده يمشي يرسم ولا يمشي يدير شي حاجه ديال الترفيه ممكن لولدي. لان داك العنف ديالو تولد في كوفيد.
في ايامات الحجر فاش تولد العنف ديالو، ما كانش عنيف، كان كيجي ينعس بحال دابا بلي ملي كنجيو نعسو يجيبو صنيع عنقني يقول لي ماما نجيب لك تشربي ماما، وباقي حتى دابا باقي كيديرها معايا، ولكن دابا العنف كاين بالرغم من هذا الشيء كله كاين العنف، يعني ولا عنيف باقي العائله اللي غادي تكون الام والاب، الا ما كانت الام كيكون الاب، لكن هو انا الوحيده اللي عنده بعض الله سبحانه وتعالى، انا ما كنطلبش شي حاجه اللي هو الرزق راه بيدي، انا ما كنطلبش الناس نقول لهم بحال دابا عاونوني ولا عطيوني ولا الله اللي كيعطي، انا كنطلب يشوفوا لي شي حلمه بالنسبه للدواء، مشيت مثلا للمركز كيقول لي غادي نديو عند طبيب نفساني، طبيب نفساني غادي يعطيه الدواء ديال النعاس ديال باش يتهدنا، وما دابا كيحسب لهم ان الحاله ديالو راه شي واحد اللي معصب، هذيك الدواء ديال هذا كيخص يتعطى لشي واحد اللي صحيح، هذا ما معصبش، هذا بعد النبات راه كتلقاه جالس وكيديه النعاس، كينعس وهو جالس، وإلا نعس بحال دابا راه يقدر ما يفيق حتى الوحده حتى ال 12 بعد النبات 10، إلا فاق نعس مع 9 يقدر ما يفيق حتى ال 12 لغدا، ولا إلا عاود زاد الدواء ديال باش يهدنوا ليه الأعصاب ديالو يعني غادي يولي، وزايدون أنا وياه ما يمكن لي لا نخرج لا ندير أي حاجة اي حاجه معاه، ما يمكن لي دابا الا بغيت غير نخرج دابا نقضي شي حاجه غير نجيب شي صخره ولا هذا كنخاف عليه، داك النهار خرجت نتسخر جيت لقيتهم شاد الثلاجه حيد ليها البريز وشوف سميتو فين كاين ديال الثلاجه، يعني هو خطر على راسو عليك انت، خطر على راسو عليا انا، وانا خصني نبقى مواكبه ما خصنيش انا نتفرق معاه، خصو شي حاجه اللي ولو غير ساعتين في النهار او غير شتي غير مره في السيمانه يمشي يدير داك الرسم ديالو، شي مساعده اللي باش يدير شي حاجه اللي ترفه عليه على نفسه، كنعاود نقولها لان بعد النبات دابا كيكون التلفزيون شاعل شنو كيبقى الا بانت ليه شي حاجه ديال الموسيقى ولا هذا كيبقى كيشطح معاه وباغي، يعني دابا هو ما كيقرا ما والو، ما كيقرا ما كيدير حتى شي حاجه، هي راك انت كتشوف كل شيء، ولكن بالنسبه انا وزيد انا ولدي اقسم بالله العلي العظيم اذا كان امن بالمكتب كنقدر دابا كاع نقول راه بغيتو والله ما مكتبليش غير غادي نخرج للراي العام بدون جهوه، لا هي دابا حنا كنهضروا غير على ايوب الحاله ديال ايوب هي ونعم بالله الحمد لله ربي ورزق، لكن ايوب واش الحاله الاجتماعيه اللي عايش فيها تخول ليه انه يكون بخير غير باش الناس يعرفوا، يعني الحاله الاجتماعيه الدار فين ساكن، لا الدار انت كتشوفها قدام، انا راه وليت كرهت الظهر ديالو راك شتيه كيفاش داير، يعني بالنسبه للشمس الشمس ناقص الحوايج ديالو باش دابا هادشي هذا اللي قال قدامك هو كيحك راه ما زدت حتى شي حاجه غير دابا قدامك، يعني حتى المتطلبات مسكين اللي بغي ما كاينش دوك الفلوس اللي يمكن لا، لان انا كنا انا غير عايشه غير مع الخوت، ماشي زعما انا ما بقيتش لا كنخدم، الراجل الله يرحمه ما خلى لي لا روتوري لا حتى شي حاجه ما عندي زعما، ولكن الحمد لله انا كما قلت لك كنامن ب الحمد لله بالقدر والقدر.